ايه انا خليني ابتدي معاكي من البدايه. انت خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه زي ما شفنا في التقرير كده، وبدايتك كانت قويه جدا مع كبار المخرجين والكتاب والممثلين. بدايتك كانت العائله. احكي لي بقى عن ظروف ترشيحك من اول خط، يعني انت باديه من فوق، باديه قويه جدا. فاحكي لي على ظروف الترشيحات بتاعت تحديدا مسلسل عائله. معائله كان اول مسلسل مش كده؟ العائله كنت في الورشه. تمام. في المسرحيه. وبعدين دخلت يعني استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، طبعا احنا بنقول يا عم اسماعيل طبعا. هو كان بيدور على بنوته هتبقى بنت استاذ محمود مرسي. في سن ده 17. فجم قالوا له في بنوته بتقدم كنت في الورشه بتاعت المعهد. وبعدين رحت قابلته، يعني اسمها يبدو يعني ليا الحلميه، يعني تاريخ، يعني تراث، يعني حاجات كتير قوي. انا يعني يمكن ساعتها ما كنتش مستوعبه كل ده، بس هي الخضه والفرحه وان انا اشوف استاذ سمان راكش، اشوف استاذ محمود مرسي، اشوف كل الناس دي، يعني ده بالنسبه لي موضوع تاني خالص. فجت كده، يعني جت ان انا وعم اسماعيل قال تمام وهتيجي تعمل بروفات وقعدات. وعم اسماعيل طبعا الله يرحمه كان بيعمل قعدات مثلا سنه، يعني مش النهارده تعالي ان هنشتغل، رشحت امل فهتشتغل الصبح او احنا جاهزين داخلين، مش حاجه اسمها كده. لا، بتاخد مساحه، بتاخد مساحه، يعني اتليست 6 شهور مثلا بالراحه، ما كانتش بتمتد الى سنه، يقعد معاكي بروفات ويحفظك ويشوفك ويتكلمك في مواضيع تانية خالص غير المسلسل، ويشوفك انت رايحه فين ويشوف هجيبك منين وحاجات كده. وعم اسماعيل الله يرحمه كان عنده حاجه مهمه، ان انت ما تمثليش، تكلمي على طبيعتك. اتكلميني زي ما بكلمك، عشان كده كان ياخد ويدي معاكي. انت منين؟ قلت له من المنصوره. انت فلاحه زينا اهو وبتاع وحاجات كده. طب خلينا نتكلم كده، سمعاني صوتك. كنت من كتر الرهبه او كنت بكلم بسرعه. فقول لي طب ما تهدي، انت مستعجله على ايه؟ انا مش مستعجل. انت مستعجله؟ اقول لا. انا خايف اكون حضرتك اللي بيستعجل. قولي انا مش مستعجل، كلمي. فأخدت منه مجهود على ما ابتدى يهديني. يعني خلاص 17 سنه ومجنونه، يعني كنت مجنونه. طيب تفتكري ايه اللي لفت نظره ليكي؟ يعني هل كان في جنبك ترشيحات تانية فهو اختارك انت، ولا انت كنت رايحه مهدفه للدور؟ لا خالص، هو كان بيدور على بنوته في السن ده للدور. فكنا كتير. ما هو ده، هي دي بقى يعني اللي انا عايزه يعني اعمل ستريس عليها. تفتكري انت ايه يعني ليه هو اختارك انت عن يعني مرشحات كتيره جدا؟ ايه اللي لفت نظره فيك؟ البساطه يمكن. وانا كنت يعني يمكن الوحيده اللي يعني ما بحبش احط ميك اب، يعني السن، يعني هو عايز 17 سنه، فانا كان شكلي السن ده. يعني ما عنديش اي حاجه تقول ان انا وشي كان بريء جدا، بسيطه جدا، ما عنديش، مش متكلفه، مش رغم الرهبه لكن مش متكلفه خالص. فهو كان بيدور تقريبا على الطبيعيه يعني اكتر. هي دي مدرسه عم اسماعيل. فيمكن ده اللي لفت نظره، ان هي دي البنوته اللي انا عايزها بكده ومش عارف ايه. حتى دايما في المسلسل كانوا بيدوني البان كده واقعد امضغ، فدايما خيريه احمد الله يرحمه طبعا، محسن الي حبيبتي الله يرحمه اخوها، كانت دايما كل ما تمضغيش لبان عشان عيب. هو كان عايز البنت اللي بالشكل ده، اللي هي نعم وحاضر وعيب، يعني ايه تمضغ لبان والناس تشوفها وحاجات دي، كانت عيب جدا. فهو كان عايز التركيبه دي اللي هو البيت المصري. العيله.